أخواننا الكرام، أحاديث قيام الساعة، أحاديث فساد الزمان، أحاديث آخر الزمان، هذا من نوع غيب المستقبل الذي أطلع الله نبيه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام فيما ورد في صحيح البخاري: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. إنكم سترون بعدي أثرة، يعني حب للذات. الإنسان مصالحه فوق كل شيء، فوق مبادئه، فوق دينه، فوق صلة رحمه، فوق أهله. ربي أسألك نفسي، من علامات آخر الزمان قال: إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر ودع عنك أمر العامة. عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إذن حينما تنكر أشياء، حينما ترى أثرة وأمورا تنكرونها، ورد في بعض الأحاديث: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ يعني ممكن أن نأمر بالمنكر وأن ننهى عن المعروف؟ كم أب إذا رأى ابنته قد تحجبت يقيم عليها النكير ويتبرأ منها؟ كم زوج لا يسمح لزوجته أن تستر وجهها ولا أن تستر شعرها ولا أن تنفرد في بيتها، لا بد من أن تجلس أمام أصدقائه؟ كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على آخر الزمان وقد أشار بعض الإشارات. ومن أحاديث آخر الزمان قول النبي عليه الصلاة والسلام: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يعني دائما الناس بترحموا على الزمن السابق، لكنا بحبوحة، كنا بخير، الأمور نحو الأصعب، نحو الشدة. طبعا هذا من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يتفاجأ. فالإنسان حينما ينجو بدينه فقد فاز فوزا عظيما، أما الأمور ليست على ما ينبغي أن تكون، يعني لحكمة أرادها الله عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني الفسق عم، ممكن يعني مسلسل يغير مجرى أمة 300 حلقة، ممكن يعلم البنات أساليب الفسق والفجور، يعلم الزوجات الخيانة الزوجية، يعلم الأزواج الاعتداء على أعراض الآخرين، والتعلق به شديد، وحينما يبث كأن هناك منعا للتجول. ممكن؟ أو كائن ذلك؟ قال: وأشد منه سيكون. يمكن أن ترى النوافذ مضاءة حتى الساعة 5 فجرا يقبون الليل؟ لا، ينتقلون من قنوات المجاري، من قناة إلى قناة.
التنقل بين قنوات المجاري قد يستدعي أن تبقى وراء هذا الجهاز حتى الساعة 5 صباحا، لا صلاة ولا فجر ولا عشاء ولا ذكر ولا شيء. يعني حينما يفسد الناس وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ورد في بعض الأحاديث أن من علامات قيام الساعة موتا كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. يعني في تاريخ البشرية القاتل يقتل، المجرم يقتل، أما أحيانا حروب أهلية ذبح على الهوية، لما تقتل لا يدري، طب لما قتل فلان لا ندري، هذه من علامات آخر الزمان. لذلك الله عز وجل حينما يعني يحفظ بلدة هذا من كرم الله عز وجل، لأنه المعاصي الشديدة. والله أحد إخوتنا الكرام قال لي، أنا هو خطيب مسجد أصله من بلد اسمه ألبانيا في أوروبا الشرقية، قال لي أنا أذهب من حين لآخر إلى بلدي ومسقط رأسي، قال لي أعتري المنبر لأخطب، قال لي 5000 من رواد المسجد تشرئب أعناقهم إلي ويتأثرون لكلامي أشد التأثر، وفي جيب كل واحد منهم زجاجة خمر يشربها وهو يبكي وهو يتابع خطبة الخطيب. هكذا في أوروبا الشرقية، وهكذا في البلاد الإسلامية التي حرمت العلم 70 عاما، لا تعلم أن الخمر حرام. يعني أحد أصدقائي ذهب إلى موسكو وهو في بعض الجمعيات التعاونية، واحد شعر أنه مسلم عانقه وقبله وبكى حتى يعني انهمرت دموعه، وتعبيرا عن هذا الحب اشترى له فودكا قدمها له لأنه مسلم. هذا من الجهل، من الجهل. لذلك لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. نحن الآن 1,200,000,000، 1,200,000,000. مرة ذهبت الطائرة بشركة تابعة لدول الخليج من دمشق إلى أبوظبي، أنا أراقب الركاب، وزعت الخمر في الطريق في الجو، عددت الذين لم يشربوا 7 من 450 راكب، 7 ما شاء الله، بلد إسلامي لبلد إسلامي ونحن في الجو تحت رحمة الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لا ينبغي أن نعتب على الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أين الاستخلاف، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. والله أحد إخواننا الخطباء جاءه رجل من رواد مسجده وقال له: يا أستاذ، سأتلو على مسامعك قصة يتقطع القلب لها جرت في بيتي، وأرجوك أن تنقلها للناس من على منبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ألقيت على منبر، أب يجلس مع أولاده وبناته ويتابع هذه المحطات الغربية التي تأتيه عبر الصحون، وهذه الصحون كلما اتسعت
ضاقت صحون المائدة. وهذا الحياء كلما قل قل معه ماء السماء، إذا قل ماء الحياء قل ماء السماء، وإذا رخص لحم النساء غلى لحم الضأن. فيبدو أن محطة إباحية لمجرد أن لمح الأب منظرا لا يحتمل أدار المحطة. الابن حفظ رقم القناة بعد الساعة الثانية عشرة، آوى الأب إلى فراشه والأم، وبدأ الأولاد يقلبون هذه المحطة إلى أن عثروا على هذه المحطة التي أزاحها عنهم أبوهم. يقول الأب: استيقظ الساعة الثانية على صوت أنين، فوجئ أن كل ابن فوق بنت من بناته، أقسم بالله أنها جرت في بيته، وتكلم بهذا لأحد خطباء المساجد، وألقيت هذه القصة من على المنبر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه سيفشو الفساد في الأرض إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيك، فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. يقول عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. البيت أريح من الطريق، والفندق أفضل من مقصف. يعني دائما وين في نساء كاسيات عاريات، وين في مناظر مؤذية، وين في فتن، وين في ضلالات، ابتعد عنها. طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. الحقيقة في آخر الزمان جنة المؤمن داره. التعبير الدارج: المؤمن بيتوتي والفاسق زقاقاتي. يعني كل وقته بالطريق، يا بطريق يا بمطعم يا بملهى يا بمقصف يا بقهوة، ما عنده غير. المؤمن مع أولاده وزوجته ببيته. أيها الإخوة الكرام، مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا صدق الكاذب وكذب الصادق، إذا أؤتمن الخائن وخون الأمين، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، كيف بكم إذا صار المطر قيظا والولد غيظا، ويفيض اللئام فيضا ويغيض الكرام غيظا. هذا كله من علامات قيام الساعة. كيف بكم إذا ولدت الأمة ربتها، يعني هلأ بتلاقي بنتك مثقفة مع شقفة شهادة، لك أمي دقة قديمة ما بتفهم، أمي جاهلة، التي ربتها وأنجبتها وأنعمت عليها هي عند ابنتها جاهلة. وأيام ابن بيستحي بوالده، مع أن الأب له اعتزاز كبير جدا. فيا أيها الإخوة الكرام، في آخر الزمان، في الزمن الصعب، في زمن الفتن، قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: عبادة في الهرج، أي في زمن الفتن، كهجرة إلي. في مقاصف وفي منتزهات وفي فنادق بخمس نجوم، وفي نساء شبه عرايا يطفن في الأسواق وفي كل مكان،
لما الإنسان بآوي لمسجد، بآوي إلى بيته، يغض بصره، ينفق ماله، يصدق في حديثه، يتوخى رضاء الله عز وجل. من يعبد الله في زمن الفتنة كمن هاجر إلى الله ورسوله. ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. قالوا: ولم؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. أيام الإنسان بعارض والده ببيته، بتعارض والدته أحيانا، بعارض أخوه، بعارض جاره. فلذلك أخواننا الكرام، أردت من هذا الدرس أن يصحو الإنسان، نحن في آخر الزمان ولا ينفعنا إلا طاعة الله عز وجل، وأن نأوي إلى بيوت الله. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بيت الله كهف تأوي إليه. إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر. فالإنسان إذا حضر مجلس علم ربى الإيمان في قلبه، تراكمت الحقائق، ازدادت قناعاته، من دون أن يدري يرى نفسه مستقيما على أمر الله، ومع الاستقامة راحة نفسية لا تعدلها راحة. قال: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. مر أبو حنيفة النعمان، كان عند أبي جعفر المنصور وهو الخليفة القوي، قال: يا أبا حنيفة، لو تغشيتنا تعال زورنا. قال: ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه؟ إنك إن قربتني فتنتني، وإن أبعدتني أزريت بي. مستغني باتصاله بالله. الغنى من صفات المؤمن، يستغني عن دنيا الناس. لذلك إذا أردت أن يحبك الله فارغب فيما عنده، وإذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما عندهم. بالعكس: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، إن سألته يغضب. أما ربنا عز وجل: إن لم تسأله يغضب، من لا يدعني أغضب عليه. إن الله يحب الملحين في الدعاء، إن الله يحب من العبد أن يسأله حاجته كلها، إن الله يحب من العبد أن يسأله ملح طعامه، إن الله يحب من العبد أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. الدعاء هو اتصال دائم بينك وبين الله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أفدنا من أحاديث قيام الساعة، وأن نلوذ ببيوت الله عز وجل، وأن نتسلح بالعلم. العلم سلاح. الإنسان إذا تعلم، شيطان واحد، عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة، إن الملائكة في السماء والحيتان في البحار تصلي على معلم الناس الخير. وما من إنسان يدخل بيت الله إلا والله يكرمه، إما بسكينة في قلبه أو بتيسير في عمله، هم في مساجدهم والله في حوائجهم، أو في راحة في نفسه. على كل، مو معقول تزور إنسان ما يضيفك. وضيافة الله التوفيق، والتوفيق إن الله مع المؤمنين، هي معية خاصة، معهم ناصرا ومؤيدا وحافظا وموفقا، ناصرا ومؤيدا وحافظا وموفقا، والحمد لله رب العالمين.